بعد أزمتك الشهيرة أكيد الإنسان كده كان بيبقى يعني صعبان عليه نفسه واللي بيمر فيه. بعد الشر عن حضرتك طبعا ربنا يبارك في عمرك، ربنا يخليك يا رب. في وقت زي ده كان إيه إحساسك، أو كان عندك قابلية إن بعد الشر قادرة تقابلي ربنا في الوقت ده؟ انا كنت بتمنى اني اموت وقتها، كنت بتمنى اني اموت. المسكنات مفيش اورده، فبقوا يدوني المسكنات في بطني، بقيت بزود الجرعه على ان قلبي يقف واتوكل على الله اموت. كان كل خوفي على يوسف بس، لان ولا اهل ابوه بيكلموني ولا اهلي انا بيكلموني، فيوسف هيروح فين يعني؟ هو كده لا حول له ولا قوه. كان كل خوفي، وتقريبا ده كل خوف كل ام مصريه، لو لا قدر الله حصل لها حاجه عيالها هيبقى مصيرها ايه. لكن احنا كاحنا لا، الشيله تقيله قوي، لا الشيله تقيله، الشيله مش سهله، الشيله بجد تقيله، والجلابيه واسعه واسعان، تدرجعيها من هنا تتفتح من هنا. ما لا الشيله تقيله. نرجع تاني ونقول قولي لنا نكتة بقى نكسر بيها ما الأحلام. ما مش والله ما لاقية، وحياة ربنا فعلا. فاكر كده نكتة أنت بتحبيها وبتضحكي، حاجة اتقالت قدامك كده؟ اللي جاي أحلى، في نكتة أكتر من كده، اللي جاي أحلى، ربنا يسهل.